هذا يسأل أما أصاب المسلمين اليوم من الذل والهوان والفرقة والاختلاف ورمع الأعداء فيهم، والجواب لا أعلم سببا لهذه الذلة وهذا التفرق إلا عدم استقامتهم على دين الله وعدم تحكيمهم لشريعة الله وعدم اعتصامهم بحبل الله جميعا. فإن الله جل وعلا وعد عباده المؤمنين المستقيمين بالنصر والتأييد، قال جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلنهم في الأرض الآية. فالله وعدهم بالنصر والاستخلاف إذا آمنوا وعملوا الصالحات، إذا نصروا دين الله، إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر،